المكان، لأن الحقيقة يعني الأمور ليست في صالح فريق نادي الميلان. إصابات كتيرة أوي الحقيقة، حتى اللاعب بونيرا كان يلعب في هذا المكان. رونالدينيو ما زال في أرض الملعب، لكن على طول أمامنا هو بوريلو. بوريلو رائع، بوريلو رائع في هذه الكرة. هنا اللاعب بوريلو رأى أن رونالدينيو في أرض الملعب، فكانت الفكرة هل يخرج الكرة إلى خارج الملعب. هناك جزء كده من تفكير لاعبي فريق نادي كالري كانوا في حالة سرحان وانتظار أن اللاعب بوريلو يطلع الكرة لخارج الملعب، لكن طلعهم من تركيزهم بهذا التصرف واستمر اللعب كامل الحقيقة. وادي امامنا الكره، شوف حضراتكم هنا هو نظر، وفي شوف لعيبه نادي كالري. وادي امامنا التمريره واختراق حلو قوي الحقيقه، هدفه رقم 11 ماركو بوريلو امامنا، مهاجم مميز، مهاجم يبحث عن مكانته حتى مع المنتخب الايطالي الاول. وادي الكره في المرمى، وجالياني يبتسم لان الهدف اتى في وقت